السيد سفير دولة سكولاندا على هذه الكلمة وعلى دعمه لمشروع جامعة بركة. جامعة مالاغا بطبيعة الحال سيستفيد منها حوالي 100 أستاذ وأستاذة من كل جهات المغرب. وباسم الأساتذة الجامعيين نستمع الآن إلى كلمة كاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد محمد درويش. السيدة المحترمة العزيزة المناضلة الأخت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيد المحترم سفير دولة هولندا، السيد المحترم سفير دولة النرويج، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، زميلاتي زملائي أعزاء مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيها الحضور الكريم، نعمتم مساء وتحية خاصة باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي، نقابة كل الأساتذة الباحثين بالمغرب. أولاً أود أن أهنئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اختياراتها المتجددة في معالجة قضايا حقوق الإنسان في المغرب، فبنضالتها الحاضرة في كل مكان دفاعاً عن كرامة وحقوق المواطن والمواطنة المغربيين. اليوم وبالأمس انخرطت الجمعية في مبادرة خاصة تبتغي من خلالها تثبيت وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وابتدأت بالجامعة المغربية وبالمدارس الابتدائية، وهكذا نظمت لقاءين وطنيين أحدهما بوجدة والثاني بوزنيقة، واليوم نستمع لمشروع آخر سمته الجمعية مشروع مشتل. هنيئا للجمعية على هذا القرار وهذا الاختيار الذي يصب في ما نؤمن به جميعا، هو أن نكون في المغرب وفي كل دول العالم مؤمنين بقضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. حقوق الإنسان التي من مبادئها ومفاتيحها الأولى هي الكرامة، والكرامة لا تكون إلا بالحياة التي تتوفر فيها كل شروط ذلك، والأمر يتعلق بالحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، والحق في كل منابع المعرفة وفي مقدمتها المسألة التربوية. لما تحملت مسؤولية الكاتب العام وزملائي خلال يناير أفريل 2009، كان من بين القرارات المهمة التي أعتز أن شرفت باتخاذها وهو الانفتاح على كل التنظيمات الحقوقية والثقافية والنسائية والجمعوية والتربوية والنقابية، وفي مقدمة هذه التنظيمات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأتذكر أن من بين القرارات الأولى التي اتخذها الجهاز الوطني هو المشاركة في مناظرة وتكوين نظمة من قبل الجمعية بمدينة أزرو في مدخل أزرو. أقول هذا لأؤكد أن العلاقة التي تربط النقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم
في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست كما كانت بالأمس. اليوم لنا علاقة وطيدة وفي حضور كل أنشطة الجمعية وفي حضور الجمعية لكل أنشطة النقابة. وبالمناسبة ستنظم النقابة الوطنية التعليم العالي يومي 18 و19 يناير من هذا الشهر مناظرة وطنية حول المسألة التعليمية في المغرب، قضية وطن ومواطن القضية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي من أولى التنظيمات التي بعثت بالعرض وبالعارض وأكدت المشاركة. فشكرا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مبادرتها كما قلت متجددا. وأعتقد أن وهذا سؤال لها أن تجيب عنه، لماذا لا تنظم مثل هذه الدورات التقديرية والتكوينية لكل أطر البلد، للأساتذة الباحثين، للموظفين، لحراس السجون، للشرطة، للصحة، للصحافة، لأبناء هذا الشعب الكريم؟ شكرا لكم. شكرا للسيد رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي على هذه الكلمة. أذكر بأن جامعة مالغة ستنطلق ابتداء من غدا صباحا بعدة محاضرات تهم حقوق الإنسان، التاريخ والآفاق، أيضا محاضرة حول الحقوق المدنية والسياسية في السياق الوطني وأيضا في السياق الدولي، ومحاضرة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أيضا محاضرة حول آلية حماية حقوق الإنسان، ومحاضرة حول التربية على حقوق الإنسان. ويوم الجمعة ستنطلق ورشات جامعة مالغة حول العولمة وحقوق الإنسان، التمييز وشأن الحرية العامة، الحق في التعليم، أيضا الحق في الشغل والصحة. كما تتضمن الجامعة عدة مفاجآت سينمائية وموسيقية وأيضا لقاء مفتوح مع الأساتذة خديجة الرياضي والأستاذ عبد الرحمن بن عمرو والأستاذ أبو بكر الجامعي. إذا قبل ختام هذا الحفل الافتتاحي لانطلاق جامعة مالغة نختتم بلغة الروح والقلب ومع فنان في الحقيقة يحسن العزف على الوجع.